جامعة بيرزيت التي عودتنا على كل ما هو مميز واستثنائي تفتتح أول برنامج دكتوراه في علم الحاسوب في فلسطين، إدراكاً من الجامعة لأهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. يوفر البرنامج منح دراسية كاملة تشمل إعفاء كامل من الرسوم وراتب سنوي قدره 4000 دينار أو نصف منحة، وتشمل إعفاء من نصف الرسوم وراتب سنوي بقيمة 2000 دينار على أن يكون الملتحقون جزءاً من الكادر الأكاديمي لتدريس طلبة البكالوريوس خلال فترة المنحة. عندنا الآن الدفعة الثانية والثالثة اللي بدنا نأخذها، فطلاب اللي موجودين حققوا إنجازات مهمة، وبرنامج جاء حتى يعمل حلول للشعب الفلسطيني، حلول تقنية في الذكاء الاصطناعي وعمل المعلومات وغيره، حلول تقنية مش فقط عشان يعني هدفنا أن نعمل شهادات، هدفنا نخرج جيل من الشباب الفلسطيني القادر على إبداع ووضع حلول لمشكلات بتمس القضية الفلسطينية. أنا كان في البداية أبحث عن برنامج دكتوراه فرصة برا، وبفضل جامعة بيرزيت أول ما فتحت البرنامج فأعطتنا فرصة إنه جامعة بتقدم لنا برنامج بجودة عالية وبتعطيني امتيازات المنح إنه بالنسبة للظروف المادية، وبالإضافة أنت موجود في بلدك وبتنافس جامعات عالمية والأساتذة الموجودين هم من جامعات العالم، هم لهم رواد في جميع المجالات، فإنه ليش ما نستغل الدراسة داخل البلد بدل ما نتغرب برا ونكون بين أهلنا وأحبابنا هون في البلد. يشمل البرنامج خطة تضم 6 مساقات دراسية و4 أخرى بحثية وأطروحة نهائية، بالإضافة إلى شروط ومعايير محددة لقبول الطلبة الملتحقين بالبرنامج. البحث تبعي اللي آخر بحث اشتغلت عليه اللي هو كان السيمينار تبعي في الماجستير حصل على جائزة أفضل ورقة بحثية في مؤتمر لحوسبة اللغة، مؤتمر الذكاء الصناعي لحوسبة اللغة في تايلاند في بانكوك، وهذا بصراحة إنجاز أنا بعتبره كتير كبير إلي. يعني وجودي كان في البرنامج أعطاني هاي الفرصة إنه أنا أقدر أقدم في هيك مؤتمر، أتواصل مع ناس من جامعات مختلفة. هون في برنامج الدكتوراه كمان في تواصل مع شركات وجامعات كبرى للطلاب زي جوجل وزي جامعة بريتش كولومبيا، كمان في مذكرات تفاهم واتفاقيات بوقعها البرنامج مع جامعات تانية عشان يعملوا زيارات أكاديمية للطلاب في جامعات خارجية. أنا جديدة شوي بالمجال، مش زمان إلي، بس مع هيك تقريبا صار عندي لحد الآن 8 بيبرز، لأن بنشتغل بمواضيع بندرب تقريبا نماذج لغوية، وهي النماذج اللغوية بتكون تخدم اللغة العربية وتخدم القضية الفلسطينية. حاليا السنة هاي جبنا أفضل بيبر في المؤتمر اللي حكت عنها لينا، ومع هيك السنة اللي فاتت كمان كنا جايبين أفضل بيبر في كمان مؤتمر تاني كانت بتخص اللهجات وحوسبة اللهجات العربية. تسعى جامعة بيرزيت من خلال طرحها برنامج الدكتوراه في علم الحاسوب إلى إغناء الباحثين الفلسطينيين بمعرفة متقدمة وتنافسية في مجال علم الحاسوب، وتزويدهم بمهارات البحث العلمي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى إعداد خريجين قادرين على تطوير حلول جديدة ومبتكرة في مجالي الذكاء الاصطناعي وأنظمة البرمجيات، وكذلك تطوير حلول وتطبيقات إلكترونية جديدة.